السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نرسم هوايت وشبابيك على برنامج الفريكي. اول حاجة ممكن تعملها ان انت تغير البيئة بتاعتك من هنا للحاجة اللي انت عايزها، يعني ممكن تيجي ترسم بارت ديزاين، ممكن ترسم رابط زي ما انت عايزها. طيب انا دلوقتي اقول له انا عايز ارسم شغل بيم، فبقول له اركتكتشر. انت تقدر ترسم حاجة هنا وتقدر تروح على الاركتكتشر تلاقيها موجودة فتبدأ تكمل الرسم كامل. طيب انا دلوقتي اخترت وول، فبيديني خصائص رسم الحائط ونوع الحائط واللوكيشن وكل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها. طيب انا هقول دلوقتي هبدا ارسم الحوض بالشكل دوت، عايزها افق وراسي، هدوس شيفت عشان تيجي معايا بالشكل دوت. طيب انا ممكن ابدا اشوفها مثلا في ال 3D، لان الشغل كله بيتم 3D مش 2D. طيب في طريقه اخرى للرسم، هو ان انا اقول له بول لاين وابدا ارسم البول لاين بتاعي بالشكل دوت. طيب انا عايز اخرج من الامر، بدوس اسكيب. طيب اروح هنا للول، فيبدا يحول لي الشكل ده لول. خلي بالنا الول الاولاني ديت لما عايزك تعمل كده ده وول تريس، انما دوت لو جيت هنا تلاقي واير، فتقدر تتحكم في الواير تروح مغير في الشكل. على سبيل المثال لو جيت هنا عند كلوز وقلت له ترو، فيبدا يقفل لي الشكل. ممكن تقول له انا عايز مثلا ميك فيس، اعمل لي الشكل مغلق، اعمله لي بشكل. طيب ممكن اروح انا عامل سيلكت مثلا على الوول ديت والوول ديت واقول له اطرحهم من بعض، فيروح طرح لي الحيطه زي ما انت شايف، فيطرح حاجه من حاجه. طيب ممكن اجي هنا مثلا واقول له انا عايز ارسم حته ثانيه بالشكل دوت، عايز ابدا احط عليه نافذه، فاقول له النافذه، فيبدا يجيب لي ادوات اختار منها النافذه. تمام، يعني على سبيل المثال النافذة، واروح اقول له هنا انا عايز اختار النوع بتاعها مثلا بالشكل دوت سلايدنج، وتلاقي الاداب بتاعته، اروح حاطط الشباك بالشكل دوت. تمام، فدي طريقة سهلة انك ترسم الابواب والشبابيك. طبعا تقدر ترسم بقيت برضه العناصر، لو انت عايز ترسم عمود، لو انت عايز ترسم تراكشر، نفس الفكرة. ممكن ترسم حاجة من هنا وبعد كده تروح قايل له حولها لي مثلا لستراكشر او لعمود وهكذا.